كان يمر على هؤلاء الجنود في الليل، يستمع بأذنيه ويشاهد بعينيه ماذا يفعلون، لأنه يربي جيلا كعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاش صلى الله من عليه بعد وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سيتحمل هذه الدعوة نعم. وسيحمل على عاتقه تلك الدعوة التي وصلت إلينا رب بكل الشام دقة والرجال، نعم. وإتقان. وهو بيمر على هؤلاء الصحابة وجد منهم من يقرأ القرآن، ووجد منهم من يقيم الليل، ووجد منهم من يجلس مجالس العلم، نعم. فقال من هنا أقم. يأتي النصر. نعم. هذه المقولة يا شيخنا والله يعني الواحد جسمه بيقشعر وهو بيقولها دلوقتي. النصر هنا مش بس في الحروب، احنا عايزين نشوف نبص لشبابنا في الزمن اللي احنا فيه ده ونشوف لتصرفاتهم ومجتمعات العلم بتاعتهم ونقول من هنا يأتي النصر. يأتي النصر. امتى هيتفعل مجالس العلم تاني بين الشباب يا شيخ؟ والله العلم مفعل يا استاذ محمود، مع احترامي لحضرتك، يعني في كلمة أنا بقولها دايماً، التقليد الأعمى والتصورات اللي بيعملها الشاب أو الفكر اللي عايش فيه الشاب اللي عاوز يصل لمرحلة أكبر مما كان فيه هو، دي بتدفعه اللي هو يبعد نفسه عن مجالس العلم. مجالس العلم موجودة، سواء كان في الاعلام وسواء كان في المدارس العلم في المساجد، وسواء كان، وطبعا في انشطه كثيره جدا. ودلوقتي احنا في اوقات، ان الاوقاف في ازهى واحسن اوقاتها في هذه الايام في المساجد دلوقتي، في قوافل وفي كل حاجه موجوده. لكن للاسف الشديد انا هذكر كلمه بسيطه جدا قالها او فعلها ابو هريره رضي الله عنه، رضي الله لما عنه. ذهب الى السوق ذات يوم فإذا به يجد الناس يبيعون ويبتاعون ويعملون ويتركون كل شيء، طرقوا، يعني موقفنا الموجود دلوقتي، الناس تركت مجالس العلم وتركت كل شيء واندفعوا وراء أشياء غير موجودة بالمرة. فإذا به يقول لهم: اذهبوا إلى مسجد رسول الله فإن ميراث الحبيب يقسم. ميراث سيدنا النبي بيقسم. فالناس عملت إيه؟ ما في برضه الإنسان عنده غريزة الطمع، المراز بيقسم، اروح الحق لي حاجه، الحق لي شيء. فكل تاجرا ترك ما في يده وذهب فين؟ الى المسجد، يلحق بالميراث. يلحق بنصيبه من المال، بنصيبه من الدرائم والدنانير. فذهب، فلما رجع فقال له: يا ابا هريره، لم نجد ميراثا يقسم. فسيدنا ابو هريره قال: وماذا وجدتم؟ انتوا وجدتم ايه؟ قال: وجدنا اناسا يحفظون القران، واناسا يتدرسونه، واناسا يتدرسون السنه. فقال: هذا هو ميراث الحبيب. نعم. الميراث تركت فيكم امرين، ما تمسكتم بهما لن تضلوا ايه؟ لن بعد تضلوا ألف بعدي سنة. ابدا. فكتاب الله وسنه. فالانسان لما يكون عارف ان هذا الطريق، وزي ما حضرتك قلت كده، اللي احنا في بدايه شهر رمضان، لسه داخل عليها شهر رمضان، الانسان لازم يكون عنده حميه لتلقي العلم، حميه لتعلم العلم. لكن للاسف الشديد زي ما اخونا احمد قال لك ان من الممكن ان يكون في بيئه اللي هو عايش فيها، مش شرط ان ممكن يكون انسان في بيئه غير صالحه ويطلع انسان مخترع، انسان عالم، انسان صالح، انسان يعني تقي. البيئه مش شرط. بس أكيد بالنسبه خد لحد، عرضه، نعم أكيد خد دفع عرضه. اكيد، بس برضو ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى جاعل، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني طلع من بيئة كلها كفار ومع ذلك اقام رجال. نعم. فسيدنا النبي اقام شباب صلى او الله عليه اقام وسلم. دولة على هؤلاء. كان الصحابي اذا ما عاش في فتور وشعر بفتور كان بيعمل ايه؟ ما كانش بيروح يقعد ولا بيروح، لا، كان بيذهب الى اخيه ويقول له: هيا بنا نؤمن ساعة. ساعة. وكان بياخد باخيه كده، تعال. سيدنا النبي اقام الدوله فين؟ او اقام الرجال فين؟ واقام الشباب فين؟ في دار الارقم ابن ابي نعم الارقم. نعم فكان يعلمهم ايه؟ يعلمهم معنى الرجوله، الرجوله الصح، رب رجال. رب رجال. ولذلك لفظة رجال يا شيخنا الجليل وردت في القرآن الكريم كلها مرتبطة بالعلم، نعم. لأن العلم كان في المسجد. نعم. يعني إذا نظرنا مثلا تجد قول الله تبارك وتعالى: من سبحانه. المؤمنين رجال رجال صدقوا. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ومنهم من ينتظر ينتظر، وما بدلوا. وما بدلوا تبديلا. ما بدلوا تبديلا يعني عاشوا على عاشوا هذا الأمر. علم الله وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني رجال لا تلهيهم. نعم، في بيوت أذن الله نعم، أن أن ترفع ترفع ويذكر وتشرف. فيها اسمه نعم. سبحوا له فيها بالغدو والآصال والأصال. رجال. بالغدو والآصال ديت يعني يمكن حتى الواحد كده وهو بيقرأ القرآن أحيانا بيتدبر، يعني
الغدو وقت الصباح والأصل وقت المساء. والمساء. وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يتحدث عن هؤلاء الرجال وهم شباب، لأنهم رجال، نعم. الرجل فتوة وشباب وحيوية وقدرة على العطاء والمنح وما إلى ذلك. هؤلاء الرجال يا شيخنا في المسجد يتعلمون ويتدرسون بالغدو والأصال، أي ليل نهار. نعم. الشباب دلوقتي للأسف، أنا يعني هقول دوت وده واقع، أنا يعني بتكلم عنه بكل صراحة ووضوح عشان الشباب اللي بيتابعنا. تعالى وقفه في حفلة لمطرب هو بيحبه، نعم. مش هقول لحضرتك قعده. على فكرة هذا الأمر كان على لساني هو لا القلب تكلمت قلوب كامل أو حضرتك. الأرواح إذا صفت نعم اتصلت تواصلت اتصلت اتفضل. وجل صفاء الأرواح. يعني أنا بقول لحضرتك وقفه كده في حفلة، الحفلة دي قد تكون 6 ساعات، لن يشعر بالفتور، نعم صح ولا أنا ولا غلطان يا تعب. شيخنا؟ تعالى قعده في مجلس علم، مش لازم يكون مجلس ديني، مجلس علم أي علم، يعني حتى المنهج اللي بيدرسه. لو المحاضرة زادت عن الساعتين أو عن الساعة ونص اللي ما بيحضرهم فيها يخشهاش الدكتور تاني. ما يخشهاش تاني بالفعل. إيه السبب يا دكتور؟ سبحان الله. ما الفطور الموجود، الفطور اللي موجود. فطور الشاب دلوقتي عاوز بيستسهل اي شيء، زي ما حضرتك قلت ولو قلت لك برضه على لساني. لو الانسان قاعد قدام التلفزيون، ولذلك الاستعمار عامه ما بيستعمرش الشباب كانهم شباب، لا بيستعمر فكر، تمام بيغير الفكر. ولذلك قالوا في البروتوكولات الصهيونية: كأس وغانية تفعلان في أمة محمد صلى الله أكثر عليه ما وسلم. يفعله ألف مدفع، فأغرقون في حب المادة والشهوات. تلاقي الشاب دلوقتي مستعجل، عاوز كل شيء عنده ميسر. طب ليه الشباب بينقاد وراء الأفكار دي مع سريعا الأسف يا الشديد، شيخنا؟ ما هو ده الفكر، هو البعيد، لأنه هو هوى النفس برضه، نعم هوى النفس. بينقاد لنفسي. نعم. من تمام ضمن الحاجات اللي انا هذكرها لك بسيط، قفشه بسيطه جدا، اللي مش الشباب بس، الناس جميعا بيندفعوا وراء الحرام والعياذ بالله. تمام بيندفع، هنجيبها عن طريق ايه؟ زي ما اختنا قالت كده، بالنسبه لل او بنتنا، بالنسبه للافلام. انت حضرتك بتسالها بتقول لها كده؟ لا بالعكس، بتلاقي الانسان بيندفع وراء الحرام. تمام هتقول لي ازاي؟ بمعنى دلوقتي بتلاقي في فيلم شاب يذهب ليخطب فتاة. نعم طبعا انت عارف دلوقتي ان كل شيء فيه شيء من المقارنة. لما اجي اتزوج اختك تقول لي المهر قد كده، مع ان سيدنا النبي قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم. قال خفة المهر. نعم لا كذا، لا لبنت خالتها كذا. فالاندفاع، فهذا ممكن يكون في فيلم من الافلام، تلاقي الشاب يذهب لكي يخطب فتاة فيرفض الاب، فيتفق على ايه؟ على الهرب. ودي في الفيلم نعم المخرج يعمل لك، بيصور لك اللي هو يتفق على الهروب، إن البنت تهرب مع البنت الولد. تهرب مع الولد ويتزوجها منين؟ في الخارج. نعم دي في الحد الادنى ايه؟ في الموضوع ده إيه؟ حرام. طبعا، لان طبعا الزواج معروف، حتى اللي ولي زاد لابد من ولي، الله ولي يفتح ورضا عليه. الوالدين بالفعل. فبيجيبها ازاي بقى؟ بتلاقي مثلا زي الكاميرات كده، بيجيب لك الولد وهو بيلم هدومه. وبيلم من زمايله فلوس لا وزمايله اسيبك، يعملوا له لا حفلة الولد بيلم هدومه والبنت بتلم ايه؟ هدومها، عشان ايه؟ يهربوا ويجيبوا الاب وهو نايم. تلاقي بدون بالفطور او بالفطره كده زي ما احنا بنقول، تلاقي اللي بيتفرج على التلفزيون يندفع وراء الحرام. ازاي يندفع وراء الحرام؟ الابن بيلم هدومه والبنت بتلم هدومها، تلاقي اللي بيتفرج الاب نايم بتلقائيه، يا رب ما يقوم، تمام، يا رب ما يقوم. بينفعل مع بينفعل المشهد مع بحيث المشهد، ان يا هو رب يدافع ما عنه، يقوم، يدافع بالفعل. عنه. فبيدافع عنه على ايه؟ تمام يعني شوف، بيدعي ربنا سبحانه وتعالى بحرام، يا رب ما يقوم عشان يلحقوا يهربوا. سبحان الله. تمام طب فين التربيه هنا؟ فين مجالس العلم اللي يتعلموا؟ فالشاب اليوم بعيد كل البعد نسأل الله عن العافية، ربنا، الا من رحم ربي. نسأل طبعا الله دي حاجه العافية. عبير ربنا يتقبل ان شاء الله. زمايلك أكيد وأنتوا قاعدين مع بعض كده أكيد أحيانا بتلعبوا مع بعض، يعني بتهزروا بتعملوا، هل بتحاولي تاخدي دور القيادة في زميلاتك وانتوا قاعدين مع بعض كده، انك مثلا تكوني القائدة في اللعبة ديت، ان انت تكوني المسؤولة عن زميلاتك دول في رحلة معينة اذا طلعتوا رحلة مثلا ولا حاجة، ولا دايما بتحس ان القيادة ديت موجودة في اي زميلة اخرى مش فيك انت؟ احيانا بلاقيها فيا، طب ايه يعني مقومات القيادة؟ يعني ايه اللي مخليكي شايفة في نفسك مثلا ان انت عندك
قيادة، وتقدري تتحملي قيادة فتيات في لما سني. أكون